اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية بصحتكم معانا بالدنيا. والفتره دي انتشر بقى الرمان، بقى بدا يطلع وشكله جميل كده، وبقى فيه منه المسكر اللي طعمه حلو. فخلينا نستغل الفرصه بقى ونعرف معاكم فوائد الرمان، بس مش في اي وقت، لا، فوائد الرمان على الريق. اول ما نصحى من النوم كده نشق رقنا برمان يا ندى. بياخد وقت برضو في التقطيع، يا تسنيم بيبقى بقى بيتمم بالليل انتي مقطعاه. وكمان دلوقتي ليه طرق كتيرة بتلاقيها موجودة على النت، بتروح مفتوحة كده زي الوردة وتقدري تاكليها. الرمان يعتبر واحد من أكتر الفواكه اللي ذكرت في القرآن الكريم، وده طبعا نظرا لأهميته الكبيرة وتحديدا من الناحية الطبية، لأن الرمان بيساعد على التقليل من إمكانية التعرض للإصابة بكتير من الأمراض، وتحديدا الأمراض المزمنة، بالإضافة لأنه بيساعد في العلاج الأمراض دي وبيقضي عليها بشكل تام. زي ايه ده؟ زي تسنيم مرض السرطان عافانا الله واياكم، فكتير من الدراسات اظهرت فايده الرمان في الوقايه من الاصابه بمرض السرطان، لانه بيقوم بقتل الخلايا السرطانيه اضافه طبعا الى تثبيط نموها. من الامراض برضو اللي بيساعد بشكل كبير في التغلب عليها هي هشاشه العظام، لانه بيشتغل على الوقايه من الاصابه بهشاشه العظام من خلال مجموعه من الدراسات اكدت كلها على ده بشكل كبير، وتحديدا عند السيدات، لانه بيحتوي على مواد مشابهه لهرمون الاستروجين الانثوي، وبالتالي بيقلل من تعرض المراه لهشاشه العظام، وبالذات بعد انقطاع فتره الطمث. ايه كمان يا ندى؟ في كمان يا تسنيم مرض الزهايمر اللي بيجي طبعا في تقدم العمر، فده بيؤدي احتوائه على مجموعة مواد مضادة لعمليات الأكسدة، بيؤدي لمنع تطور مرض الزهايمر، لأن المواد دي بتقلل من عملية تراكم البروتينات الضارة. بيقدر كمان الرمان يشتغل على ارتفاع ضغط الدم، لانه بيساعد على التقليل من ضغط الدم، وده لانه بيحتوي على كميات كبيره جدا من البوتاسيوم والفوليك، بالاضافه للمواد المضاده للاكسده، فبيبقى مناسب جدا. كمان مناسب تسنيم للناس اللي عندها نسبه الكوليسترول عاليه، لانه بيؤدي تناوله لخفض نسبه الكوليسترول في الجسم، لانه بيحتوي على مضادات للاكسده زي البلوفينول، وبالتالي بيحمي القلب من خطر الاصابه بامراض الشرايين والاوعيه الدمويه. مرضى السكر بقى برضو الرمان مناسب ليهم، لأن تناوله بيؤدي للتقليل من المخاطر اللي بتترتب على الإصابة بمرض السكر، وتحديدا تصلب الشرايين، وده لأنه بيخفض من نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي بيخفض من نسبة السكر في الدم. أما الحوامل بقى تسنين فضروري جدا للحامل، لأنه بيحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللي بتحتاجها هي وجنينها، زي الفيتامينات وتحديدا فيتامين د والكالسيوم والحديد والفولات، وكمان بيخفف من التقلصات اللي بتصاحب الحمل، وبيقلل من التعرض للولادة المبكرة، ولكن يجب طبعا تناوله باعتدال، لأنه بيتفاعل مع بعض أنواع الأدوية. دي كانت أبرز الفوائد الصحية للرمان على الريق. نتمنى لكم الصحة والسلامة يا رب. نطلع معاكم الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.